بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة أولى؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. إن شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض المحاضرة الثالثة في جزء الريدوكس. احنا كنا وقفنا المحاضرة اللي فاتت عند الريدوكس تيتريشن كيرف وخلصنا كل حاجة فيه. النهاردة إن شاء الله هنبدأ بقى في ازاي أتعرف على الإند بوينت في الريدوكس. حلو، زي ما خدنا في اي جزء في الفوليومتريك اناليسيس بيكون في اند بوينت بتعرف عليها عن طريق الانديكيتور. هنا برضه هيكون في انديكيتورز وهنشوف برضه طرق تانية كده غريبة شوية عنكم، ماشي؟ بس هي سهلة ان شاء الله. يعني عندنا اربع طرق في تحديد الاند بوينت في الريدوكس تايتريشن. اول حاجة نو انديكيتور، وبقول عليها الاسم التاني. الاسم التاني ده مهم قوي، اسمه سيلف انديكيتور. سيلف انديكيتور، حلو. external redox indicator او بقول عليها spot test، برضو الاسم التاني ده مهم. irreversible redox indicator و internal redox indicator. internal redox indicator ده هو الاساس عندي في الانديكيتورز، يعني زيه زي الاسيد بيز انديكيتور، زيه زي اللي هو البي ام انديكيتور اللي هو في الكومبلكسيمتري وهكذا. نبدا باول طريقه اللي هي النو انديكيتور تايتريشن او سيلف انديكيتور تايتريشن. ايه فكره الطريقه دي يا دكاتره؟ قال لك ان الفكره هنا ان التايترانت ذات نفسه، التايترانت اللي بيكون في السحاحه هو اللي بيشتغل كانديكيتور. ايه ده؟ هو ينفع؟ يعني ينفع ان انا اقوم جاي كده جايب البيكر بتاعي وحاطط السامبل ومش حاطط معايا انديكيتور واعمل تايتريشن بالتايترانت والتايترانت يعرفني الاند بوينت؟ قال لك ايوه، بس بشرط. ايه الشرط بقى بتاعي ده؟ ان يكون التايترانت بتاعي ليه لون في الاوكسيدايزد فورم ولون تاني او ملوش لون في ريديوس ذا فورم. تاني، ان التايترنت بتاعي يكون ليه لون في الاوكسيدايزد فورم ولون تاني او ملوش لون في ريديوس ذا فورم. طيب ايه امثله بقى على الكواشف او التايتريشن اللي بستخدمش فيها كاشف بتكون سيلف انديكيتور؟ عندنا طريقتين، البريمنجانيت والايودين سوليوشن، وكمان هناخد في الابلكيشن السيرك سيرس سوليوشن. السرك اللي هو سي اي بلس 4 والسرك اللي هو السرس اللي هو سي اي بلس 3. طيب اول حاجه البريمنجانيت از تايترنت. البريمنجانيت از تايترنت يا دكاتره لو بصينا للمعادله بتاعته، احنا كنا عملناها في وزن المعادلات. ادي البريمنجانيت اهو بياخد 8 هيدروجين كمصدر للاسيديتي وكمان 5 الكترون ويتحول لمنجانس اللي هو الام ان بلس 2. البريمنجانيت ده اهو هو اللي بيعمل بيتا تايتريشن، بيكون لونه بينك. يعني انت لما تشتغلوا ريدوكس ان شاء الله او اشتغلتوها في المعمل بتلاقي البرمنجانيت لونها بينك او بيربل كده او بنفسجي عامه ايا كان، يعني ليها لون. لكن لما بتكون في الريديوسد فورم بتكون كلرلس. يبقى كده يا دكتور اقدر استخدم البرمنجانيت؟ قال لك ايوه، اقدر استخدم البرمنجانيت كسيلف انديكيتور، ماشي؟ طيب ازاي بقى؟ نفترض ان انا عندي عينه حديد، حديد ثنائي. ينفع اجيب عينه حديد ثلاثي واعمل بها واعمل تايتريشن بالبريمنجانيت؟ لا، لان انا ما ينفعش افعل اوكسيدايزنج ايجنت مع اوكسيدايزنج ايجنت، لازم اوكسيدايزنج ايجنت مع ريديوسنج ايجنت. حلو، انا عندي البريمنجانيت هنزل على الفرس اللي هو الاف اي بلس 2، ماشي؟ ها البريمنجانيت لونه بينك، هينزل على الفرس يتفاعلوا مع بعض ويحصل ايه؟ تفاعل اكسده والاختزال. البريمنجانيت هيتحول الى منجانس اللي هو الام ان بلس 2. يعني طوال التايتريشن، طول ما الحديد الثنائي موجود البرمنجانيت اتحول لايه؟ لمنجانس. طيب خلصت التايتريشن وما بقاش فيه خالص فرص، اول نقطه زياده من البرمنجانيت اللي هو التايترنت بتاعي عند الاند بوينت، ما انا خلصت بقى الايه الحديد، اول نقطه زياده نقطه واحده، البرمنجانيت اللي نازله دي هتتفاعل مع حاجه، هتلاقي حاجه تتفاعل معاها موجود في الوسط عندي، حديد ثلاثي اف اي بلس 3 موجود المنجنيز اللي هو الام ان بلس 2، ما ينفعش يتفاعل معاه، وبالتالي هينزل هيفضل زي ما هو في المحلول بالظبط، والبرمنجانيت دي لونها ايه؟ بينك. يبقى في حاله البرمنجانو متريك تايتريشن، بقول بقى على البرمنجانيت دي برمنجانو متريك تايتريشن، الاند بوينت ظهور اللون البينك بتاع البرمنجانيت، ماشي؟ بيقول لك اهو افتر اند بوينت ان اكسس دروب اوف برمنجانيت ذا كلرليس كلر او ذا كلرليس سوليوشن، المفروض مش مفيش اصلا كلرليس كلر، كونفيرت تو بينك اجين. تمام،
نفس الكلام بالظبط الايودين سوليوشن. الايودين ده اوكسيدايزنج ايجنت، يكتسب 2 الكترون ويتحول ل ايودايد، يتحول الى ايه؟ ايودايد، ده كلرلس. نفس الكلام لو انا عندي عينه مثلا حديد برضو مثلا، يعني انا بديك مثال، هفضل انزل بالايودين يتحول الى ايودايد، اول نقطه زياده من الايودين لما كل الحديد يخلص هلاقي ايه؟ هلاقي مش هتتفاعل مع حاجه، هتنزل تبقى لون المحلول يلو او ها او براون. بصوا يا دكاتره عشان ما تتلخبطوش في الحته دي، احنا كده كده هناخد في المحاضره دي الايودين ايودايد سيستم، لان ده السيستم ده من ضمن السيستم اللي هي مميزه قوي قوي في الريدوكس، مميزه جدا كمان. مفيش حاجه اسمها ريدوكس غير ما تعرف الايودين ايودايد اللي هو الايودومتري والايوديمتري، وعرفك يعني ايه. حلو، فالسيستم ده مميز. قال لك الايودين دي نقطه برضو ليك تعرفها، لما يكون تركيزه عالي قوي يعني تركيزه في المحلول عالي بلاقيه لونه براون، لونه بني. عشان كده المحلول بتاع الايودين اللي بيبقى في المعمل في الازازه كده بتحس ان هو لونه بني ظاهر، لان تركيزه عالي. طيب لما التركيز يخف، لما تركيز اللون يخف بيتحول لاصفر، يعني لما تركيز الايودين يكون خافت خالص او قليل يبقى لون اصفر. حلو، طيب انا دلوقتي بحول المحلول او بيتحول الاند بوينت من كلرلس من عديم اللون طوال التيتريشن ليلو، حساسيه العين ضعيفه. بمعنى لو مثلا من كلرلس الاحمر في فرق، طب لو من كلرلس الاصفر لا الدنيا مقربه قوي. حلو، فانا كده لا انا كده في الحاله دي ممكن يحصل حاجه اسمها كونفيوجن، يعني ما تعرفش على الاند بوينت صح. وبالتالي انا هنا في حاله الايودين، هنا في حاله لما بستخدم ايودين سوليوشن يستحسن ان انا استخدم حاجه اسمها ايه؟ ستارش، اللي هو النشا اللي عندنا في البيوت ده. النشا ده يا دكاتره لو خدتوها في العقاقير بتحول او بتتفاعل مع الايودين تفاعل فيزيائي مش كيميائي خالص، بتكون بتترسب كده او بيمسكوا في بعض ويكونوا حاجه اسمها ادزوربشن كومبلكس، يمسكوا في بعض كده على السطح. حلو، الادزوربشن كومبلكس اللي طالع ده بيكون لونه ازرق. يبقى انا كده لو حاطط ستارش الايودين اول نقطه زياده مش هتتفاعل مع حاجه، لا هتنزل تلاقي الستارش تديني لون ازرق عند الاند بوينت. يبقى انا طوال التيتريشن كلرلس وعند الاند بوينت ازرق، يبقى كده حساسيه العين بالنسبه لي هتبقى احسن. يبقى ده كانت اول طريقه عندي اللي هي النو انديكيتور او السيلف انديكيتور تايتريشن. طيب تاني حاجه، تاني حاجه بقى دي غريبه شويه، بيقول عليها اكسترنال انديكيتور او سبوت تيست. اكسترنال انديكيتور او سبوت تيست، كلمه اكسترنال يعني انديكيتور خارجي، يعني من الاخر انا ما بحطش الانديكيتور جوه المحلول بتاع ليه السامبل. بمعنى اصح انا برضو بحط سامبل وبنزل عليها بتايترنت من غير انديكيتور. طيب وانا برضو اعرف الاند بوينت ازاي بقى؟ قال لك دي بقى طريقه رخمه شويه. ازاي؟ قال لك ان انا هجيب طبق او بورسلين ديش واحط فيه انديكيتور. ايه ده احط الانديكيتور بره؟ طب وانا هعرف برضو ازاي؟ ركز معايا وافهم بالراحه. قال لك انا مثلا نزلت بشويه تايترنت على السامبل، اتفاعلوا مع بعض التايترنت مع السامبل، هاخد نقطة من المحلول ده واحطها على الانديكيتور بره، ده اسمه ايه؟ اكسترنال انديكيتور. هفضل اعمل الحركة دي، اعمل الحركة دي، اعمل الحركة دي لحد ما يديني اللون المطلوب عند الاند بوينت. بس طبعا ده ودنك منين يا جحا، يعني انا كده بقى ايه بصعب الموضوع على نفسي. طب ما اجيب انديكيتور يا عم واحطه من الاول وخلاص على الايه السامبل بتاعتي، وابص على السامبل او ابص على البيكر هيبين لي الاند بوينت، بدل ما اشيل كل شوية احط نقطة وشوف الاند بوينت، لا ما انا وصلتش، حط نقطه وشوف، حط نقطه وشوف، وهكذا. تمام؟ طيب الامثله بقى اللي تهمني. التايتريشن اوف فيرس ايرن اللي هو الحديد الثنائي اف اي بلس 2 مع البوتاسيوم دايكروميت او مع الدايكروميت، يعني هنا الدايكروميت هو التايترات. هنزل على الحديد الثنائي. حلو؟ يوزنج بوتاسيوم فيراي سيانايد، الفيراي سيانايد يا دكاتره اللي فيه الحديد الثلاثي. الفرو اللي فيه الحديد الثنائي. الفراي سيانايد ده هو الاكسترنال انديكيتور. دايما بيسال في الامتحان يقول لك التيتريشن اوف فيرس وذ بوتاسيوم دايكروميت يوزنج اكسترنال انديكيتور نقط، هو الفراي سيانايد سوليوشن او البوتاسيوم فراي سيانايد سوليوشن. طيب الاند بوينت طوال التيتريشن، طوال التيتريشن
لما باخد نقطة من المحلول واحطها على البوتاسيوم في الراي سيانايد بلاقيها لونها بلو. لعند الاند بوينت اول نقطة بزيادة من المحلول بحطها على الانديكيتور يديني كلرلس، تمام؟ ما تهمنيش اول لون، ما يهمنيش اول لون، اعرف لي المثال بس. طيب تاني حاجة الزنك، الزنك لما اعمل له تايتريشن بالبوتاسيوم في الرو سيانايد، لو انتوا فاكرين البوتاسيوم في الرو سيانايد ده كان بيرصب الزنك على فكرة، خدناها في الايفكت اوف بريسيبيتنج ايج، ماشي؟ يبقى انا كده هنا عندي التايترانت هو الفيرو سيانايد والسامبل هي الزنك ايونز، هعمل لها تايتريشن. الكاشف هنا بقى اسمه مميز قوي وهو ده اللي بيسأل عنه في الامتحان على طول، يعني ما بيجيبش المثال الاولاني على فكرة، قليل الاول ما بيجيبه، اللي بيجيبه هو المثال الثاني اسمه يورانايل اسيتيت. يورانايل اسيتيت ده هو اسم الاكسترنال انديكيتور، تمام؟ يبقى هنا كده عندي الاكسترنال انديكيتور، بجيب المادة بتاعتي واحطها، اجيب الانديكيتور واحطه في طبق بره، بره التايتريشن خالص، وكل ما اعمل تايتريشن كل ما احط شويه تايترانت اقوم عامل ايه؟ اقوم واخد نقطه من المحلول واحطها على الطبق بتاعي وايه؟ واشوف اللون بتاعي لحد ما اوصل للاند بوينت. ده اكسترنال انديكيتور، وطبعا الطريقه دي مجهده وتايم كونسيومنج، يعني بتضيع الوقت بتاعي. طيب الريفرسابل ريدوكس انديكيتور ده مش عايزك تعرف فيه حاجه، يعني انا عايزك تعرف بس حاجه واحده اللي هقولها لك دلوقتي. الريفرسابل ريدوكس انديكيتور ان هنا عايزك تعرف ان في بعض، مش كل، بعض الاسيد بيز انديكيتور او نيوتراليزيشن انديكيتور اللي احنا خدناهم قبل كده ممكن يستخدموا كريدوكس انديكيتور. زي ايه؟ زي الميثايل ريد والميثايل اورنج، الاثنين ميثايل، واحد ميثايل ريد وواحد ميثايل اورنج، ماشي؟ اعرف لي المثالين ده هما ان هما كمثالين على الريفرسابل ريدوكس انديكيتور. كل ده ما بيجيش في الامتحان، كل ده ما بيجيش في الامتحان. يقول لك في صح وغلط اسيد بيز انديكيتورز او سم اوف اسيد بيز انديكيتورز كان بي يوزد از ريدوكس انديكيتور، صح؟ طيب يجيب لك بقى الامثله، ممكن يقول لك انهي من دول اللي هو بيستخدم ك الريفرسابل ريدوكس انديكيتور، يجيب لك المثال الاورنج، يجيب لك اللي هو البوتاسيوم في الروسيانايد، يجيب لك البوتاسيوم في الرايسيانايد، اليورانيل اسيتيت. فانت حضرتك هتختار ايه؟ الميثايل اورنج. دي طريقه الاسئله في النقطه دي. طيب نيجي بقى على النوع بتاعنا اللي هو الانترنال ريدوكس انديكيتور. الانترنال ريدوكس انديكيتور ده بقى دكاتره ده الانديكيتور الطبيعي، الانديكيتور الايه؟ الطبيعي، ان انا بجيب السامبل واحط معاها انديكيتور بيكون انترنال ريدوكس انديكيتور، وايه؟ واعمل تايتريشن بالايه؟ بالتايترانت. طيب حلو قوي. انا في كل جزء من اجزاء الفوليومتريك اناليسيس كان الانديكيتور ليه خواص او ليه خاصيه بيتغير اللون، يعني على سبيل المثال في الاسيد بيز انديكيتور كان مجرد ما البي اتش تتغير لون الانديكيتور بيتغير. طيب هو هنا في الريدوكس هيتغير على اساس ايه؟ قال لك يا دكاتره الريدوكس انديكيتور اللي انا بحطه ده اهو بيكون برضه اوكسيدايزنج ايجنت او ريديوسنج ايجنت. يعني عايز تفهمني يا دكتور ان انا حاطط اوكسيدايزنج ايجنت او ريديوسنج ايجنت بايدي من بره؟ قال لك ايوه انا بحط اوكسيدايزنج ايجنت او ريديوسنج ايجنت بايدي من بره. طب ما هو كده يا دكتور انا عندي السامبل، ممكن سامبل ريديوسنج ايجنت مثلا، والتايترانت اوكسيدايزنج ايجنت، وعندي الانديكيتور برضو ممكن يكون اوكسيدايزنج ايجنت، ما كده هيحصل كونفيوجن. ما انا هقول لك على شرط بقى كده لولبي في الايه؟ في الشروط. الانترنال انديكيتور لازم يكون موجود فيه عشان التفاعل يحصل او عشان التفاعل بتاعي يمشي مظبوط، والا هيحصل طبعا مشاكل الدنيا، يحصل حاجه اسمها اوفرلابنج. يعني ايه اوفرلابنج يا دكاتره؟ يعني ده يتفاعل مع ده وده يتفاعل مع ده والدنيا هتبوظ وهتبقى خلطبيطه بالايه؟ بالصلصه زي ما بيقولوا، ماشي؟ فانا دلوقتي هيبقى في شرط كده هقول لك عليه لازم تعرفه. طيب الكلام اللي هو في الاول ده هاري كله ما بيجيش في الامتحان، بيقول لك الانديكيتور الريدوكس انديكيتور ده برضه بيكون ليه ديفرنت كلر في الاوكسيدايزد فورم والريديوسد فورم، يعني ليه كلر في الاوكسيدايزد وليه كلر في الريديوسد. اي ان هنا كنا بنقول ايه؟ الاوكسيدايزنج ايجنت يكتسب الكترون ويتحول الى ريديوسنج ايجنت. لا انا هقول هنا ايه؟ اي ان انديكيتور في الاوكسيدايزد فورم يكتسب الكترون ويتحول لاي ان ريديوسد. طيب لما اطبق نيرنست ايكويشن، لما اطبق نيرنست ايكويشن، طبعا لما اطبق نيرنست ايكويشن
كنا بنقول اي ريدوكس سيستم اقدر اطبق عليه ريدوكس نيرنست ايكويشن عن طريق ان انا بقول ايه لوج الاوكسيدايزد على الريديوسد فورم. نفس الكلام بالظبط، لوج الانديكيتور في الاوكسيدايزد فورم على الانديكيتور في الريديوسد فورم. طيب من خصائص بقى الانترنال ريدوكس انديكيتور ان هو بيكون ريفرسابل اكشن. طبعا لازم يكون فيه ريفرسابل، يعني ما ينفعش يكون ان ريفرسابل، يعني ما ينفعش الاوكسيدايزد فورم يتحول لريديوسد فورم ويقف، لا ما انا عايز يكون فيه فليكسبيليتي، يكون فيه مرونه شويه. As an acid base indicator may be detected when the ideal redox indicator، يعني بيقول لك ان العين تقدر تلاحظ التغير من الاوكسيدايزد فورم الى ريديوسد فورم لما يكون تركيز، لو انا عايز اشوف مثلا الاوكسيدايزد فورم يبقى لازم تركيز الانديكيتور الاوكسيدايزد فورم يكون 10 اضعاف الريديوسد. طب وانا عايز اشوف اللون الريديوسد، لا يبقى لازم تركيز الريديوسد يكون 10 اضعاف الاوكسيدايز. طلعوا من الليله دي كلها، انا ما يهمنيش دي، يهمني الترانزيشن بوتنشال. الترانزيشن بوتنشال ان الاي بتساوي الاي نود زائد او ناقص علامه 0.591 على ان. تمام، كل ده برضو قليل اول ما بينزل في الامتحان، يعني ممكن يقول لك ترانزيشن بوتنشال اوف انترنال ريدوكس انديكيتور يجيب لك المعادله دي فانت هتختارها. ماشي، فهنا جت منين المعادله دي يا دكتور؟ قال لك على حسب حساسيه العين، قلنا لك اما يكون لو انا عايز اشوف الاوكسيدايزد فورم هيبقى 10 على 1، لو عايز اشوف الريديوسد فورم هتبقى 1 على 10. في كلتا الحالات الواحد على 10 يبقى لوج سالب 1. ماشي، يبقى خلي دي سالب، ال 10 على 1 ب 1 ب 10 قصدي، سوري. وبالتالي هخلي الاشاره دي موجب. فهم ايه عملوا اختصار للمعادله دي كلها في الايه، في الترانزيشن بوتنشال بتاعي ده اهو، الاي بتساوي الاي نوت زائد او ناقص علامه 0.591 على ان. تمام، تمام. هنا دي بقى اللي تهمني، هي دي اللي تهمني قوي، اللي هي الديزرابل بروبرتس اوف ريدوكس انديكيتور. اول حاجه بيقول لك ان اللون بتاع الانديكيتور لازم يكون واضح جدا، بمجرد تركيز قليل من الانديكيتور يديني لون. يبقى اول ذا كلر اوف ذا انديكيتور شود بي فيري انتنس so that only traces of indicator give sharp endpoint. ده أول شرط. طيب تاني شرط إن الترانزيشن بوتنشال ما يكونش بيتغير بأي حاجة تانية غير الريدوكس سيستم. ماشي، وجود أوكسيدايزد فورم أو ريديوسد فورم ما يتغيرش بأي حاجة تانية زي البي اتش. يعني لو غيرت البي اتش من هنا للصبح ما إيه؟ ما يتغيرش الترانزيشن بوتنشال. أهو the transition potential of the indicator should be insensitive، يعني غير حساس للتشينج إن بي اتش. طيب بيقول لك الانديكيتور should be soluble in water or dilute acid solution. الشرط بتاعي اهو بقى، الشرط بتاعي اللي قلته لك اللي لازم وحتما ولا بد ان هو يكون في الريدوكس انديكيتور، ان بيقول لك ان طالما ده انا عندي كده في الوسط ثلاثة سيستم، السيستم بتاع التايترنت والسيستم بتاع السامبل والسيستم بتاع الانديكيتور. طيب انا بقى ركز معايا، انا عايز ايه؟ انا عايز ايه من التفاعل بتاعي؟ انت لو فهمت انا عايز ايه من التفاعل هتقول انت الشرط ده لوحدك. انا عايز التايترنت يتفاعل مع السامبل، التايترنت يتفاعل مع السامبل الاول. بص، التايترنت يتفاعل مع السامبل الاول، لعند ما كل السامبل تخلص التايترنت ينزل يتفاعل مع الانديكيتور. يبقى انا كده عايز ايه بقى يا دكتور؟ قال لك ان الاي نود بتاعه التايترنت تكون اكبر من الاي نود بتاع الانديكيتور. ده اول شرط. تاني شرط بقى اللي مهم، الاي نود بتاع الانديكيتور تكون اكبر من الاي نود بتاع السامبل. حلو قوي، ازاي بقى؟ قال لك ممكن اختصر الليله دي كلها ان الاي انديكيتور تكون وسط ما بين التايترنت والسامبل، التايترنت اكبر يعني كبيره والسامبل صغيره. طب فهمني يا دكتور، انا دلوقتي في ريدوكس سيستم الانديكيت الاي بتاعه التايترنت كده كده موجود في السحاحه الواحده فوق، انا عندي سامبل وانديكيتور، سامبل وانديكيتور، صح ولا مش صح؟ صح. انا هنزل بالتايترنت، انا عايز التايترنت يتفاعل مع السامبل، هو كده كده هيكون بيتفاعل مع السامبل والايه والانديكيتور، انا عايزه يتفاعل مع السامبل تحت. قلت لك انا بقى ملحوظه في الجدول
كل ما زاد الفرق في البوتنشال يعني ايه، كل ما كان التفاعل بتاعي اسهل. يعني لما يكون عندي واحد اوكسيدايزنج ايجنت واثنين ريديوسنج ايجنت تحت، الاوكسيدايزنج ايجنت يختار مين؟ يختار اللي اقل في البوتنشال. هنا انا بقى انا هخلي الحته دي بقى صح، قال لك انا هخلي السامبل اقل حاجه في البوتنشال، بعد كده الانديكيتور، بعد كده التايترنت، بحيث ان التايترنت ينزل ينزل يتفاعل الاول مع السامبل لانها اقل حاجه في البوتنشال، بعد ما يخلص خالص السامبل يتفاعل بقى مع الايه، مع الانديكيتور. عشان كده بيقول لك ان الاي نود بتاع التايترنت ناقص الاي نود بتاع الانديكيتور، والاي نود بتاع الانديكيتور ناقص الاي نود بتاع السامبل لازم ما تكونش اقل من 15 مللي فولت او 2 من 10. وده طبيعي، ما انا قلت لك الشرط بتاعي عشان الماده بتاعتي الاثنين يتفاعلوا مع بعض كتفاعل اكسده واختزال، ان الايه، ان الفرق ما بين الاوكسيديشن بوتنشال او البوتنشال عامه يكون 2 من 10 فيما فوق. هنا بيقول لك لا، هنا 15 مللي فولت. تمام، يبقى ده الشرط الرئيسي ومهم والله. لو كان بقى الاي سامبل مثلا يعني كانت اكبر من الاي انديكيتور، لا ده كده التايترنت هينزل يبص على الصغير يقول لك لا ده الانديكيتور هو اللي اصغر، انا هتفاعل معاه الاول. طب يا عم السامبل اللي انا عايزك تتفاعل معايا، لا مش هتفاعل معاكي الا لما اخلص الانديكيتور، وكده التفاعل بتاعي باظ. طيب دي برضو مشكله ممكن تحصل. تاني مشكله ان الفرق ما بين الاثنين ما يكونش 15 مللي فولت، وبالتالي كده تحس ان الاثنين قريبين من بعض، الانديكيتور او التايترنت هينزل متلخبط، هو انا اتفاعل مع مين ولا مين؟ ما الاثنين قريبين من بعض، انا اتفاعل مع الاثنين يلا. فده برضو ممكن يحصل. فالشرط الرئيسي ان الاي انديكيتور تكون وسط ما بين التايترنت، يعني تكون اقل من التايترنت واكبر من السامبل. تمام يا دكاتره؟ تمام، يبقى دي البروبرتيز بتاع الريدوكس انديكيتور. تعالوا بقى نشوف امثله على الانترنال ريدوكس انديكيتور. اول مثال اللي هو احنا خدناه في الافكت اوف بريسيبتيتنج ايجنت اللي هو الداي فينايل امين. داي فينايل، بص بص الاستراكشر اهو، داي فينايل، ادي الفينايل جروب والفينايل جروب والامين في النص، داي فينايل امين. قال لك الترانزيشن بوتنشال بتاع الداي فينايل امين ده كان 73 من 100 فولت الى 79 من 100 فولت، يعني هيشتغل في الرينج ده بس، جت منين ما تهمنيش. طيب اول حاجه انا عندي ثلاث او خطوتين في الداي فينايل امين. اول حاجه الداي فينايل امين العادي خالص بيكون لونه كلرلس، ملوش لون خالص. عندي بقى ال reduced form وال oxidized form. قال لك ان ال reduced form، طب انا عرفت منين يا دكتور هو reduced form؟ وانا يعني وانا هندي اعرف منين إيه؟ ما انا ما اعرفش ايه الشكل الملعبك اللي قدامي ده، ومش هيجي لك structure في الامتحان، بس انت برضه لازم تكون فنان. ازاي؟ انا قلت لك reduced form، بص على الفرق بين الاستراكشرين، ده في اتش وده ما فيهوش. كنا دايما خدنا ان الماده اللي فيها اتش بتبقى reduced، يبقى ده هو الريديوسد فورم، بيكون كلرلس واسمه داي فينايل بنزيدين. طيب الاوكسيدايزد فورم برضو داي فينايل بنزيدين، بس داي فينايل بنزيدين 3، يعني ده داي فينايل بنزيدين 2 وده داي فينايل بنزيدين 3. حلو، ده بقى الاوكسيدايزد فورم ولونه فايلوت. يبقى انا كده عندي الريديوسد فورم كلرلس والاوكسيدايزد فورم فايلوت. تمام يا دكتور؟ تمام. السؤال اللي بيجي في الامتحان اهو بقى، وده لو ما جالكش في الامتحان قول دكتور حسام ما يعرفش حاجه. تمام، الداي فينايل امين هل ينفع لكل الريدوكس تايتريشن؟ لا. هل ينفع لكل الريدوكس تايتريشن؟ لا. ليه؟ قال لك لانه ما ينفعش للتفاعل بتاع الفرس وذ البريمنجانيت والدايكروميت. هو الدايكروميت مع الفرس كنا بنستخدم له اكسترنال انديكيتور ايه؟ ارجع بقى وشوف. ليه ما ينفعش استخدم الداي فينايل امين كانديكيتور في حاله البريمنجانيت والايه؟ والدايكروميت لما بعمل لهم بعمل تيتريشن بيهم للفرس؟ قال لك يا دكتور لانك بص كده، ادي الاي نود بتاع الانديكيتور قلنا كام؟ زائد 76 من 100 او 76 من 100 فولت، والاي نود بتاع السامبل بتاعتي الفرق فرس سيستم كام؟ 77 فولت. ايه ده؟ ده زي بعض، ده
ده هيبقى كأنهم توأم بالظبط. فالتايترنت لما يجي ينزل يعني مش هيبقى عارف مين هتبقى اتفاعل مع مين، اتفاعل مع الفرك مع قصدي مع الفرس ولا اتفاعل مع الانديكيتور، لا مش متفاعل خالص. كده هيحصل حاجه اسمها اوفرلابنج. يبقى لما يقول لك ليه مش هيحصل تفاعل هتقول له يا دكتور لان هنا هيحصل اوفرلابنج بتوين ذا بوتنشال اوف ذا ايه انديكيتور، لان هو كذا 76، ولان الاي نود بتاع السامبل كذا 77%. معلش احفظ لي الرقمين دول، معلش خليها عليك. حلو، يبقى انا هنا هيحصل ايه يا دكتور؟ هيحصل اوفرلابنج. ماشي، طيب انا بقى ما بسكتش، يعني العلماء دول يعني ربنا يجازيهم خير طبعا، يعني ربنا يرحمهم، ما بيسكتوش. يعني التفاعل خلاص مش هيحصل، مش يشوفوا اي انديكيتور تاني بقى، لا انا هشغل دماغي دلوقتي. قال لك انا عايز بقى التفاعل بتاعي يتم. طيب التفاعل بتاعي هيتم ازاي؟ انا دلوقتي عندي الاي بتاع الانديكيتور قريبه خالص من الاي بتاع السامبل. طب انا ايه الشرط بتاعي؟ ان الاي بتاع الانديكيتور تكون اكبر من الاي بتاعت السامبل. طب انا ممكن اقلل الاي بتاعت السامبل؟ قال لك ايوه، انا عندي فرق في الراس سيستم. ارجع للعوامل كده، لما يكون عندي فرق في الراس واحط عليه فوسفيت او فلورايد، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ الفوسفيت او الفلورايد دول كومبلكسنج ايجنت، يعني عوامل هتكون كومبلكس مع مين؟ مع الاوكسيدايزد ولا الريديوسد؟ قال لك لا، ده الاوكسيدايزد ده هو بس. طب لما يعملوا كومبلكس مع الاوكسيدايزد يعملوا في التركيز بتاعه يقللوه، يعني انا قللت البسط، يعني انا قللت البوتنشال، وبالتالي لما يقل البوتنشال التفاعل بتاعي يتم. تمام، الحته ده اهي هنقولها تاني في الابليكيشن بتاع الفرس المحاضره الجايه ان شاء الله. فحطها في دماغك ان الدايفينيل امين لوحده ما ينفعش يستخدم في التايتريشن بتاعه الفرس مع البرمنجانيت او الدايكروميت، لكن يقدر استخدمه لو حطيت فوسفيت او فلورايد من بره عشان هيقللوا لي البوتنشال بتاع الفرق في الراس سيستم، وبالتالي الانديكيتور بقى كده ايه يقدر يشتغل. تمام، تاني انديكيتور عندي هو الواحد او 110 اورسو فينان سورولين اند داي بايريدين ديريفاتيفز. المركب ده دكاتره خاص بالفرق في الراس سيستم بس، او الانديكيتور ده خاص بالفرق في الراس سيستم، وكمان ممكن يكون للسرك والسرس سي اي 4. قال لك مع الفرس ماشي بيديني مركب اسمه فيروين، فرس او فيها او يبقى فيروين لونه ريد، مع الفرك يديني فرين، بتحط اي هنا او هنا اي، ماشي فرك فيها اي تبقى فرين، فرس فيها او تبقى فروين، يبقى ده ريد وده لونه بيل بلو. بيقول لك it is excellent indicator for سرك اللي هو السي اي بلس 4، وللاسف ان الاي نود بتاعته بتتاثر بالاسيديتي، وده انا مش عايزه، عشان كده هو قليل قوي لما بيستخدم. طيب هنبدا بقى في الحاله اللي هي الجزء الثاني من المحاضره اللي هو الريدوكس تايتريشن انفولفينج ايودين. بص يا دكاتره، الايودين ايودايت سيستم ده اهو، ادي الايودايت تتحول لايودين وتفقد 2 الكترون، ماشي، بقول عليه انترميديت سيستم. يعني لو رجعت للجدول بتاع البوتنشال سواء كان اوكسيديشن بوتنشال او ريدكشن بوتنشال هتلاقيها بالظبط في نص الجدول، يعني في سيستم اعلى منها وفي سيستم اقل منها. طيب انا دلوقتي عندي ايودين ده اوكسيدايزنج ولا ريديوسنج؟ هو اكتسب الكترون يبقى ده اوكسيدايزنج ايجنت، وايودايد ريديوسنج ايجنت. طيب الايودين ده اهو، الايودين ده اهو هيشتغل كاوكسيدايزنج ايجنت مع مين؟ مع السيستمات اللي فوقه. ازاي؟ انا قلت لك الماده اللي فوق هي اللي تاكسد اللي تحت مش العكس، وبالتالي لما الايودين ده اهو يتفاعل كاوكسيدايزنج ايجنت، الايودين ايودايت سيستم اكت از اوكسيدايزنج ايجنت، يبقى هيتفاعل مع مين؟ قال لك مع العناصر اللي تحته في الجدول، اللي تحته في الجدول اللي هو السترونج ريديوسنج ايجنت. مش انا قلت لك لما بفضل بنزل تحت في الجدول، قلت لك الجدول ده مهم هيفيدنا اهو او فادنا، لما افضل انزل تحت 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 يبقى انا كده كاني بقى ايه بزود الريديوسنج بروبرتيز، بخلي الماده بتاعتي عامل مختزل قوي، يبقى هنا هيتفاعل مع السترونج ريديوسنج ايجنت. وفي الحاله دي بص بقول على الطريقه دي ايو دي اي متريك تايتريشن او ايو دي متري. يبقى انا لما يكون عندي الايودين في السحاحه
وعندي ريديوسنج ايجنت تحته في السامبل واعمل تايتريشن، هيبقى الطريقه اسمها ايودي متري. والطريقه دي قليل قوي لما بيستخدموها، الطريقه دي قليل قوي لما بيستخدموها. يبقى لما يسالك في الامتحان ايه الايودي متري، هتقول له يا دكتور والله هنا الايودين بيشتغل كاوكسيدايزنج ايجنت، بيتفاعل مع مين يا دكتور؟ مع ريديوسنج ايجنت اللي تحته في الجدول. حلو. طيب لو اتفاعل بقى، انا بقى دلوقتي جبت اللي هو اللي تحته في الجدول، لا انا عايز اللي فوقه في الجدول. قال لك اللي فوقه في الجدول ده اوكسيدايزنج ايجنت، وبالتالي تفاعل الماده اللي هو الايودين ايدايت سيستم مع الاوكسيدايزنج ايجنت اللي فوق، يبقى هنا هسميها ايودومتري. طب عشان انا نسيتها يا دكتور، انا قلت لك الايودي متري يبقى ايودين في السحاح، الايودومتري يبقى تفاعلي مع اوكسيدايزنج ايجنت او او، يبقى هنا الايودايد هو اللي هيتفاعل. يبقى انا هناك في حاله الايودي متري الايودين هو اللي هيتفاعل، لكن في حاله الايودومتري الايودايد هو اللي هيتفاعل مع الاوكسيدايزنج ايجنت. اي اوكسيدايزنج ايجنت يا دكتور؟ لا ده لازم يكون اعلى من الايودين في الجدول او اعلى من الايودين في البوتنشال. يبقى قاعده عامه، البوتنشال بتاع الايودين ايودايد 54 من 100 فولت. لو في سيستم اقل منه في البوتنشال يبقى ده ايودي متري، لو في سيستم اعلى منه في البوتنشال يبقى هيحصل تفاعل ايودومتري. طيب نشوف الفرق بين الاثنين. قلت لك ان الايودومتري التفاعل معه السترونج اوكسيدايزنج ايجنت او سترونج اوكسيدايزنج سيستم، هنا الايودي متري لا هنا مع الريديوسنج ايجنت. طيب قلت لك دي ليميتد يوز، ما بتستخدمش كتير، هنا بحط الايودين في السحاحه وانزل على الريديوسنج ايجنت واشتغل براحتي. هنا بقى الطريقه بتاعتي مختلفه شويه، وافهم بالراحه معلش، هي محتاجه تركيز. انا بجيب الاوكسيدايزنج ايجنت، يبقى انا هنا هعمل تايتريشن للاوكسيدايزنج ايجنت واحط عليها بوتاسيوم ايودايد. انا قلت لك هي بفعل مين؟ الايودايد، يبقى احط عليها ايودايد اللي هو الريديوسنج ايجنت. ايه اللي هيحصل؟ ده اوكسيدايزنج ايجنت وده ريديوسنج ايجنت، الاوكسيدايزنج ايجنت هيأكسد الايودايد الى ايودين. طيب هل انا كده عرفت تركيز الاوكسيدايزنج ايجنت؟ لا. في الحاله دي بقى هقوم جايب الايودين ده، اهو الايودين فين؟ في البيكر. هناك كان الايودين في السحاحه، هنا الايودين في البيكر، طالع من تفاعل الاوكسيدايزنج ايجنت مع الايودايد. اعمل له تايتريشن بماده ما تطلعش من دماغك، صوديوم سايو سلفيت، صوديوم سايو سلفيت، صوديوم سايو سلفيت. الانديكيتور اللي بيستخدم هو الستارش، الانديكيتور اللي بيستخدم هنا الستارش. طيب يبقى انا كده عندي هنا شفت البريمنجانيت اوكسيدايزنج ايجنت اعلى من الايودين في البوتنشال، وبالتالي اتفاعل مع الايودايت، اداني ايودين، الايودين اعمل له تايتريشن بالصوديوم سايو سلفيت في وجود الاسترش، لو عينت الايودين ده اهو كاني عينت الاوكسيدايزنج ايجنت ده. تمام تمام يا دكتور. طب بدماغك كده ده دايركت ميثود ولا ان دايركت ميثود؟ ان دايركت، لاني انا هنا ما جبتش الايودايد ونزلت على البريمنجانيت، لا ده انا حطيت اوكسيدايزنج ايجنت وايودايد والايودين اللي طلع عملت له تايتريشن، لكن دي دايركت ميثود. يبقى الفرق بين الايودومتري والايوديمتري مهم جدا. في معظم التفاعلات انا هشتغل ايودومتري، في معظم التفاعلات هشتغل ايودومتري. تمام. طيب في بقى سيستمات كده رخمه تنحى، ايه السيستمات دي بقى اللي هي الرخمه اللي هي ما بت ايه ما بتعمرش من الاخر يعني ايه؟ طب إيه؟ انت مثلا سيستم اعلى من الايودين ايودايد، حلو، المفروض اشتغل ايودومتري صح؟ لا انا مش هشتغل كده. الله، امال ايه؟ قال لك بقى هو دي سيستمات كده البوتنشال بتاعها قريب قوي من الايودين ايودايد، وبالتالي مش عارف بقى هيشتغل ايودو ولا ايودي. زي ايه السيستمز دي بقى؟ زي الارزينيت ارزينايت، الاي اس او 4 سالب 3 والاي اس او 3 سالب 3. السيستم ده اهو انا قلته المحاضره اللي فاتت فمش هعيده تاني، انا قلت لك انا هقوله المحاضره الجايه ومش هعيده. قلت لك انا السيستم الارزينيت ارزينايت ده اوكسجينيتد سيستم بيعتمد على الهيدروجين، الاثنين هيدروجين. اه شفت المعادله ايه بتاع الايه بتاع النيرنست ايكويشن،
قلت لك انا لو عايز الارزينات ياكسد الايودايد هرفع البوتنشال، يعني هرفع الاسيديتي او سوري اه هرفع البوتنشال يعني هخلي الاسيديتي عاليه، يعني هقلل البي اتش، وبالتالي الارزينات ياكسد الايودايد الى الايودين. يقول لك ان بريزنس اوف سترونج اسيد لما زود الاتش الايودايد از اوكسيدايزد تو ايودين، تمام. لكن في السلايتلي الكلاين ميديوم، شفت سلايتلي الكلاين، لو العكس لو انا عايز الايودين هو اللي ياكسد الارزينايت، قال لك لا الحته دي قلت لك بتجي لك في الامتحان اهو، قال لك في الالكلاين ميديوم يعني انا هحط الكلاين ميديوم يعني هقلل الباست، لما اقلل الباست يبقى البوتنشال ده هيقل، وبالتالي في الحاله دي الايودين هو اللي هياكسد او هيشتغل كعامل مؤكسد، وبالتالي هي ايه هياكسد الارزينايت الى ارزينيت. طب قلت لك الحته دي المره اللي فاتت برضو ان انا ما بستخدمش سترونج الكلاين ميديوم، بستخدم سلايتلي الكلاين ميديوم زي صوديوم بايكربونات، لان لو استخدمت سترونج الكلاين ميديوم الايودين ده هو اللي هو المفروض التايترنت بتاعي هيتفاعل مع الهيدروكسيد واديني هايبو ايودايت وايودين او ايودايت، والحته دي مهمه. قلت لك الافكت اوف انكريزنج او اتش خدناها كده في عنوان لوحدها، ماشي. ادت المعادله هو الارزينايت مع الايودين زائد الميه يديني الاثنين هيدروجين واثنين ايودايد وايه وارزينيت، تمام. التفاعل هنا الايودين هو اللي اشتغل كاوكسيدايزنج ايجنت، تمام. انا ليه بحط صوديوم بايكربونات؟ عشان يسحب الهيدروجين من التفاعل، وبالتالي هيقل الاتش، لما يقل الاتش البوتنشال بتاع الارزينيت ارزينايت يقل، الايودين يقدر ياكسده. طيب ده اول سيستم. تاني سيستم الفيريك فيروس سيستم، وافتكر ده برضو قلناه المحاضرة اللي فاتت. قال لك ان السيستم ده هو البوتنشال بتاعه بلس 77%. طيب هناك كان الايودين ايودايد 54%. الطبيعي ان الفيريك ياكسد الايودايد، صح ولا مش صح؟ مش هنا المفروض الحديد فوق واليود تحت، يبقى الحديد يأكسد الايودايد. طيب انا بقى عايز اشغل دماغي على السيستم، عايز الايودين هو اللي يأكسد الحديد الثنائي، اعمل ايه؟ يبقى انا عايز الايودين ده هو يأكسد الحديد الثنائي، يبقى اقلل البوتنشال بتاع السيستم ده او ازود البوتنشال بتاع الايودين ايودايد. طيب قال لك بقى انا هزود البوتنشال بتاع الايودين ايودايد، هزود البوتنشال بتاع الايودين ايودايد، ده سامبل صح؟ مش هاجي ناحيته شويه، قال لك لا انا هاجي ناحيه السيستم ده، قال لك انا ممكن ازود ازود السيستم بتاع الايودين ايودايد، بس برضو ما برضو الطريقه دي مش مهمه قوي، ما مش عايزها، لا انا عايز بقى الطبيعي ان اللي يتم ان الحديد الثلاثي اللي هو الاف اي بلس 3 ياكسد الايودايد الى ايودين وفيروس. طب انا ما هو يا دكتور، طب ما هو ده 77% والتاني 54%، الفرق ما بينهم 2 من 10. قال لك الفرق بينهم مش كبير قوي، انا عايز اكبر الفرق بقى، انا عايز اكبر الفرق. قال لك اكبر الفرق عن طريق ان انا اقلل البوتنشال بتاع الايودين ايودايد سيستم. اول طريقه في تقليل البوتنشال بتاع الايودين ايودايد سيستم احط له اورجانيك سولفنت. يعني ايه اورجانيك سولفنت يا دكتور؟ يعني مذيب عضوي. المذيب العضوي ده هو بيحب الايودين يا دكاتره، زي الكلوروفورم والكربون تترا كلورايد. قال لك الايودين مع الكربون تترا كلورايد يقوم ايه رايح للكربون تترا كلورايد. طب لما انا اقلل الايودين، تركيز الايودين اللي هو الاوكسيدايزنج ايجنت، يبقى انا عملت ايه في السيستم؟ يبقى انا قللت البوتنشال بتاع السيستم والحديد الثلاثي ياكسد الايه الايودايد. دي اول طريقه. تاني طريقه ان انا ممكن ازود الريديوسد فورم اللي هو الايودايد اللي هو في المقام. ازاي؟ احط بايدي من بره ايودايد كاني عملت كومون ايون، وبالتالي زودت اللي تحت المقام، وبالتالي السيستم البوتنشال بتاعه هيقل. يبقى كده برضو انا كده قللت البوتنشال بتاع السيستم والحديد يقدر ياكسد الايودايد. طيب السيستم اللي بعد كده يا دكاتره هو
الكيوبريك ده اسمه كيوبريك، كيوبرس، سي يو بلس 2 سي يو بلس. السيستم ده هو بص 15 من 100، والسيستم بتاع الايودين ايودايد 54 من 100، يعني الفرق كبير جدا. بس بالرغم من ان البوتنشال بتاع الايودين ايودايد سيستم، شوف السؤال اصلا هيجي لك كده، بالرغم ان البوتنشال بتاع الايودين ايودايد سيستم ويكتبه لك 54 من 100 اكبر من البوتنشال بتاع الكيوبرا سيستم اللي هو 15 من 100، الا ان الكيوبريك ده هو اللي بيأكسد الايودايد. ليه بقى؟ قال لك بص للمعادله. اول حاجه المعادله النيرنست ايكويشن، الاوكسيدايز ذا فورم على ريديوس ذا فورم، جميل. بص بقى للمعادله اللي انا بقول لك ان الكيوبريك هو اللي هيأكسد الايودايد الى ايودين. ليه يا دكتور؟ ليه المعادله هتمشي في الاتجاه ده؟ ما تمشيش في الاتجاه ده ليه؟ قال لك يا دكتور لانك لو بصيت لناتج التفاعل هتلاقيه رسب اللي هو Cu2I2. نتيجة تكوين الرسب ده هو Cu2I2، أنا كأني كونت رسب مع مين؟ مع الريديوس دو فورم اللي هو Cu بلس. طب لما أكون رسب مع الريديوس دو فورم القيمة بتاعته هتعمل إيه؟ هتقل. يبقى أنا كده قللت تركيز الريدكتانت. لما قلل تركيز الريدكتانت الإي بتاع السيستم بتاع الكيوبريك كيوبرس هتزيد، فلما الإي بتاع الكيوبريك كيوبرس تزيد يقدر الحديد أو اللي هو النحاس الثنائي يأكسد الأيودايد إلى أيودين. يبقى لما يجي لك في الامتحان يقول لك على الرغم من إن البوتنشال بتاع الأيودين أيودايد أكبر من البوتنشال بتاع الكيوبريك كيوبرس إلا لأن الكيوبريك يقدر يأكسد الأيودايد، هتقول له نتيجة تكوين الكيوبرس أيودايد اللي هو Cu2I2، وده راسب. لما يتكون الراسب ده هو هيقلل تركيز الكيوبرس، وبالتالي هيقلل القيمة دي على بعضها فيقلل البوتنشال، فيزود البوتنشال، تمام. سوري، لما الكيوبرس ده يقل القيمة دي هتزيد، وبالتالي البوتنشال هيزيد فيقدر يأكسد الأيودايد إلى أيودين. طيب أنا بقى عايز أخلي الأيودين هو اللي يشتغل بقى، أنا عايز الأيودين هو اللي يأكسد الكيوبرس إلى أيودايد إلى كيوبريك. قال لك هقوم حاطط كومبلكسنج ايجنت اللي هو التارتريت أو الستريت، يقوم مكون كومبلكس مع الكيوبريك اللي هو السي يو بلس 2 اللي هو الاوكسيدايزنج ايجنت. لما اكون كومبلكس مع اللي فوق يبقى هيقلل التركيز بتاعه، وبالتالي يقلل البوتنشال بتاع السيستم ده خالص، وبالتالي الايودين يشتغل بقى. يبقى انا الطبيعي ان الكيوبريك ياكسد الايودايد. لو عايز العكس، الايودين ياكسد الكيوبرس، هحط ايه؟ تارتريت او ستريت. يبقى دي كده يا دكاتره كانوا الثلاثه سيستم اللي فيهم مشكله بالنسبه للايودين ايودايد سيستم. افكت اوف انكريزنج او اتش كونسنتريشن اللي احنا لسه قايلينها فوق، ان انا عندي لما انا احط هيدروكسيل كتير مع الايودين ايودايد سيستم، الهيدروكسيل ده هو بيحب الايودين يتفاعل معاه ويكون لي حاجه اسمها الهايبو ايودايد. الهايبو ايودايد اللي هو الاي او ماينس والام والاي ماينس، دايما بيسال لما احط الكلاين ميديوم سترونج على الايودين مين اللي بيتكون؟ هتقول له الاي او ماينس اللي هو الهايبو ايودايت والايودايت. طيب قال لك الهايبو ايودايت ده بقى ما بيسكتش، يحصل له سيلف اوكسيديشن ريدكشن رياكشن، يعني تفاعل اكسده واختزال داخلي، ويتحول لسترونج اوكسيدايزنج ايجنت هناخده اللي هو الاي او 3. الاي او 3 قال لك استغلوا النقطه دي ان الهايبو ايوتايد ده اللي هو الاي او ماينس ده اهو، ده البوتنشال بتاعه اعلى بكتير من الايودين ايودايت، وبالتالي استخدموه في تعيين بعض المواد زي حاجه اسمها الالدهايد زي الجلوكوز. عايزك تعرف دي بس، الاكسديشن اوف الدهايد لايك جلوكوز. المعادلات مش قليل اول ما بتنزل في الامتحان. يبقى انا عندي الايفكت اوف انكريزنج هيدروكسايد، لما احط الايودين ايودايت سيستم في بي اتش اكبر من 8 تتفاعل وتكون لي هايبو ايودايت وايودايت، ده هيحصل له سيلف اوكسيديشن ريدكشن ويديني ايوديت، وبالتالي
السيستم بتاعي هيبقى سترونج اوكسيدايزنج ايجنت، استغله في النقطه دي في تعيين الالدهايد زي الجلوكوز. الحته دي اقراها بس كده، ما يعني مش الاولى الاولى ما بتيجي في الامتحان. طيب احنا هنقف في الفيديو ده لحد النقطه دي، عشان بس الفيديو مبقاش طويل عليكم وكبير. احنا تقريبا فاضل لنا 5 صفح او 6 صفح هنشرحهم في فيديو لوحدهم، لانهم فيهم شرح كتير شويه. شكرا يا دكاتره، ربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.